السلام عليكم، مرحبا بكم، نورتوا ونورتوا قناتي قصص نينا. نقولكم اللي راهم دخلوا معايا جدد، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. والبنات اللي مع الفنان يتبعوني يقولكم راكم منورين القناه، يا احلى واروع السولات عندي. اليوم راح نكملوا مع بعضنا قصه قيود زكي حبيب البياري. يعني كما تعرفوا القصه هذه هباله هباله يا البنات، بصح لازم تتبعوها من الاول للاخر. البنات اللي مازالوا ما شافوهاش من الاول نقولكم راه كاينه في القناه قائمه تشغيل فيها قيود زكي، تبعوها من الاول للاخر واكيد راح تفهموا القصه بالتسلسل وبالترتيب. والبنات اللي راهم معايا في هذا الجزء نقول لكم سموا بسم الله وما تنساوش الصلاه والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونبداو القصه تاعنا. وتقولنا جد بعد ما حكيت لي ما وبابا على واش يدير فيا زكي كامل كامل بلي كسرني وحرقني وهكذا شويه هكذا، سمعت الباب يطبطب، عيط لي بابا، دخلت انا قال لي اغلقي الباب وروحي، غلقته قال لي روحي هنايا قعدي هنايا، رحت انا قعدت معاه، قال لي الهضره اللي قلتيها لي انا ويماك صح ولا ماشي صح؟ قلت له صح، قال لي سير، قلت له ايه سير، قال له هو واش من هضره هذه؟ قال شوف من الاخر، انا نهار عطيتك بنتي ماشي باه تكسر لها يدها وتحرقها لها وتضربها تعذيب وتعذبها عذاب يعني ماشي عادي، عطيتها لك باه تسترها وتسترك ودير دار انت وياها وليدات وتتهلا فيك وتتهلا فيها، من اليوم بنتي ما عندها حتى رجوع معك حتى ترقل روحك. قال له علاه نرقل روحي؟ علاه قاعد انا برك هكذا مع روحي وقلت نضربها؟ هي على بالها مليح لها ضربتها. قال له ما يهمنيش لها ضربتها، ومهما غلطت معك تستاهل كف ولا زوج، ماشي تحرق وتكسر لها يدها وتضربها. وما عجبتكش بنتي دار باباها كاينه، جيبها وحطها هنايا والله يسهل عليك. قال له مرتي وغلطت وعاقبتها، واحد ما دخلوا بيناتنا. قال له ما عندي ما دخلني انايا، نهار يصراو بيناتكم مشاكل نورمالمون بصح مادام وصلت للضرب والحرق والتكسر نتدخل انا بلمزيتكم. افتح خويا الوسطاني الباب، قال لي شكون اللي حرقك يدك هذا وكسرها لك وضربك؟ هبطت انا راسي جا عندي قال لي اهدري شكون اللي ضربك هكذا؟ ناض هو قال له انا هو، قال له هكذا وخويا يطير هكذاك عنده حكمه من تريكو راح يتضربوا، زرب بابا هكذا جا بيناتهم. قال لخويا ما عنده ما دخلك انت؟ قال له كيف ما عنده ما دخلني؟ اختي هذه، قال له انا باباها وانا المسؤول عليها. اخرج برا دوكا، ابقى يشوف معاه هكذا. قال له قلت لك اخرج. اخرج شاف مع زكي، بعد قال له بابا، قال له وانت وليدي روح لداركم بلا مشاكل. شاف معايا وخرج، غير خرج تلموا عليا خاوتي كامل راح ياكلوني، ليه ساكته ولا ما جيتيش خبرتينا ولا حاجه؟ راك قاع هكذا وهذا هو اللي خنتينا على جال. اللحظه ندمت، قلت انا وكان رجعت معاه خير، روحوا هما مع نساهم، بقيت غير انا واختي. رقدنا في الصالون، جبت التليفون وبقيت استنى فيه عيط لي، ما عيطش. رقدت انا حتى نسمع في الفيبرور هكذا، نط لقيته هو هزيت وخرجت للكوزينه، وليت خايفه نهز ولا ما نهزش هكذا. زاد عاود لي وليت هزيت، قلت له الو، قال لي كي خبرتي بابك وخاوتك في ميزك راح يحرموك عليا؟ سكت، قال لي معليش مرجوعك عندي. قلت له ما نرجعش، قال لي نشوفها وتحلمي بها هذه تاع ما ترجعيش. اوكوب عليا كيف هندير انا دوكا، نرجع معاه ولا نبقى هنايا؟ الغدوه العشيه قالوا بابا، قالوا بابا ما ترجعش. ابقى موراه هكذاك سمانه، هو يجي ويقول لبابا وبابا يقول له ما ترجعش، هو والو يسكت ويخرج. اليوم هذاك بعد سمانه العشيه احنا قاعدين، نصت انا رحت نسمع هكذا، قال البابا موالف دائما انت تهدر وانا نسمع، اليوم انت اللي تسمع، انا مرتي مرجوعها عندي بالشرع والقانون وراني قادر دوكا ندخل عندها ونحكمها من يدها ونخرجها، وواحد ما يمنعني خاطر مرتي وانا المسؤوله عليها وانا اللي تمشي كلمتي عليها، انت ما عندك حتى كلمه عليها كي يكون انايا، وما يجوزلكش ديجا تحرمها عليا، وانا اللي لعنت الشيطان وسكت. قلت معلش وانا بنتك ماشي قعدت وظلمتها هكذا، المره الاولى بعثتها لبيت جدها لقيتها خرجت لي من جناين هكذا والشجر، انا هذه ما نقبلهاش خلاص خلاص. زيد انا واقف وهي حاطه يدها في يد وليد خالها وتصافح فيه قدامي، انا هذا الشيء ما نقبلوش خلاص، وهو ما يجوزلهاش ديجا تصافحوا هكذا. وزدت مالقري فهمها لها من قبل ممنوع تصافحي راجل غريب عليك، وما سمعتش كلمتي وراحت صافحت على وليد خويا، حتى هو هذا الشيء ما نقبلوش، انا هذا التخلط
وتصرا ما نقبلهمش، قولوا عليا معقد متخلف ما يهمنيش الشي هذا كاع، انا ما نقبلوش، الباقي خاص بيني وبين مرتي. وهدرت معاها وتفاهمت معاها وفهمتها مالا ما كان لها تدخلوا رواحكم نتوما في حياتنا، جات بنتكم شكتكم وفرغت قلبها نحت الزعاف خلاص، ما راحش تخلي دارها على جال والو. قالوا بصح بنتي هي اللي مش حابة ترجع عندك، قالوا انت تبع الكبير اللي يعرف صلاحه ولا الصغير اللي راح يخلي داره. قالوا شوف وليدي انا تهمني راحت بنتي، حابه انا حابه تبقى وما هيش حابه ترجع معاك، ما نقدرش انا نحاوزها. قالوا ماشي قلت لك حاوزها، بصح ما تحللهاش العين وتولفوها على الهربه. قالوا ما نقدرش نسيفها عليك انا، اذا ما حبتش ترجع وحابه تريح ما نقدرش انا نسيف عليها انها ترجع ليك. شفت بابا ناضجه عندي، قال لي ترجعي لدارك، سكت انا. قال لي بنتي اذا حابه ترجعي ارجعي، اذا حابه تبقاي وتريحي ريحي. قلت له نرجع. قال لي هيا مالا وجدي روحك. رحت انا لبست بقيتهم على خير ورجعت، هو هبط ديجا خرجت فتحت الباب ركبت. قال لي الهرابه جيتي يا؟ قلت له ايه. قال لي واقيلا مازال ما قلتلكش مليح. قلت له واه. قال لي نوصل تفهمي مليح مليح. خفت قلت له ما كان لها مالا راني راجعه عند دار بابا. جيت نفتح الباب غلقوا هكذا. قال لي ما كاش دار باباك هذه انسايها، كاين زاكي وخلاص. واش خفت منه؟ ندمت على الدقيقه اللي قلت ايه معليش. ديما رينا وحنا غير ساكتين وصلنا للدار. قال لي اهبطي حتى نجيك انايا. شفت معاه قال لي هيا. قلت له راح تضربني ولا كيف؟ شاف معايا قال لي اهبطي برك. حلت الباب وهبطت انا، طلعت لفوق طبطبت الباب حلت مريانه سلمت عليهم كامل. قالت لي لا طولتي هكذا. قلت لها راني جيت. سلمت عليهم وقعدت معاها شويه هكذا وخرجت. طلعت لداري هكذا الفوق نحيت قشي وقعدت نستنى فيه حتى هو دخل عليا. قال لي تقعدي. نط وقفت انا، جا عندي هز يده هكذا ويعطيني الوجهي، حكمني من التريكو تاع البيجامه هكذا. قال لي من اليوم نزيد نلقاك خرجتي حاجه مشي اللي صرا بيناتنا لدارنا ولا لداركم نحي جدك من الدنيا، فهمتي يا لسانك مكويهولك. بقيت مهبطه راسي ونبكي انا. رجعت معاه للزيرو عاود ولا خوفي منه من جديد. قال لي فهمتي ولا لا؟ لا درت له براسي ايه. قال لي اهدري. قلت له ايه. اطلقني برك وخرج هكذا. بقيت غير نشوف وليت نحيت الغطا هكذاك وتغطيت راسي ورقت هكذا بالبكاء. سمعته هو قاعد ورايا وينوض فيا. درت على ظهري عنده. قال لي نوضي تتعشاي. قلت له شبعت؟ بس على خدي. قال لي هيا نوضي. قلت له شبعت؟ قال لي تنوضي ولا نعطيك طريحه نتاع الكلاب. يا ربي يا ربي وش هذا الزهر المسود اللي طحت فيه انايا؟ ولا قال لي هيا نهبطوني. تهبطت معاه انا على بالي بيه بلي النقاش معاه محدود. حضني هنا وهبطنا. شفت جميله خرجت من الصالو. هذه واش دير هنا؟ واش جابها ياك تحاوزو؟ كي شفت هكذا جايه وتشوف فينا هكذا وليت هزيت يدينا وحضن تاكي. حتى هو ما بعدنيش كي شافها، بقى يمشي نورمال. دخلت انا هي الاولى. كي وصلنا هكذا للباب طلقني. دخل هو الاول وانا وراه. دار عندي هكذا. قال لي اقعدي معايا ولا مقابلتني. المهم انا جيت نقعد هكذا. من بعد شفت الطبسيج رحت نجيب فيه. هي سماتو ومسميتها مريانه وزادت مسميتها زينه. ما لقيت وين نقعد، انا بقيت غير نتخنزر. ولا هو قال لي اقعدي برك مقابلتني ويتخنزر فيا هكذا ويتقعد. يا يما رحت يا ما تهنيت منها. من بعد رجعت هي تجي هذه المرات تلف لي الاعصاب تاعي خلاص وما سيطرش كاع على روحي. بداو يسير بيا وهكذا انا غير مهبطه راسي مانيش حابه نشوف معاهم كاع. مهبطه راسي نلعب بالماكله هكذا. قالت لي امري واش بيك؟ قلت لها والو. قالت لي سببك الحيه هذه كلها؟ قلت لها واش رجعها؟ قالت لي واش ديري مي حشموش؟ ما جيت نكمل هذا العشاء خرجت روحي. ناض هو وسلا في هكذا خرجوا بقينا غير احنا ننسى. قالت لي مرت الوسطانيه نجات شحال وانتي غايبه اليوم تغسلين الماعين؟ سكت انا. قالت لي جميله ما كان لها تخافي دوك نعاونك. قلت لها دوك نغسل وحدي. قالت لي معليش نعاونك ما فيها والو. خرجوا هما بقيت معاها انا هي تغسل وانا نشلل. عقلي بعيد. حتى قالت لي ما تقولي ليش غرتي كي قعدت مع راجلك؟ قلت لها نهار تكوني من مستوايا غير على راجلي منك. قالت لي كي شغل انتي تاع مستوى؟ قلت لها المستوى اللي عندي انا انتي ما عندكش. قالت لي واش من مستوى عندك انتي حتى درتي لي محاضره عليه؟ قلت لها مستوى الاخلاق. قالت لي واش من اخلاق عندك؟ قلت لها مثلا ما نرميش روحي على رجال متزوجين ونسرقهم من نساهم ونخرب ديارهم ومن فوق كارهينا. قالت لي وعلاش؟ ماشي انتي اللي سرقتي حبيبي مني ودخلتي بيناتنا وديتيها مني؟ قلت لها حبيبك هذا لا ما داكش انتي لا حتى
خليك على جالي. كون جا صاحي يحبك، قالت لي كان يحبني ويمت عليا، وكانوا جايين يخطبوني. دخلت انتي في حياتنا، ما عرف واش غلطتي معاه، عاش حاصل بيك. قلت لها اخرجي خرجي عليا برا، لندخل فيك انا يا دوكا. قالت لي راني خارجه، بصح ديريها مليح مليح في راسك حبيبي، ومرجعته مرجعته بالسيف عليك، وهو ويعيا ويعيا ويفيق ويرجع عندي. وخرجت وهكذا، وليت انا نرجف ونترعد وحدي وحدي. هذه المراه راح نتشل من وراها انا، وليت نستغفر ونعاود انا ونحكم في روحي باه ما نبكيش هنا. حسيت بيه هو ورايا، حط يدو على كرشي باسني هكذا على خدي، قال لي وين راهم، لا خلاوك وحدك وما عاونوكش. قلت له ما بقاش دوكا نكمل. دورني هكذا عنده، قال لي قبيله ما تعشيتيش مليح، سكت. قال لي عاودي تعشي دوكا ولا تحبي نجيب لك حاجه من برا. بقيت مهبطه راسي وساكته. طلع لي وجهي عنده، قال لي واش بيك حياتي، غير قال لي هكذا واش بيك، نزلوا دموعي وحدهم. قال لي هيا عمري تبكي علاه هكذا حبيبي واش بيك، حضني هكذا. قال لي هيا نطلعوا لدارنا. هيا بعدت عليه، قلت له ما لما عين. قال لي دوكا نعيط لزينه، نعيط لزينه. قالها روحي كشروده كملي منا، مرت خوك راهي مريضه. جات عندي حضنتني هكذا، قالت لي يا عمري واش بيك، قلت لها مريضه برك. بستني على خدي، قالت لي سلامت راسك. بعدها هو عليا قال لها ما تبوسيهاش، قالت له بعقلك برك واش بيك، قالها ما تزيديش تبوسيها قدامي. بقات تشوف معاه هكذا، قالت له لا، قالها ما نحبش. قالت له معقد هذا يا خي يا خي. نض يضحك هكذا وبشبشها من راسها مشعرها، وجينا طالعين. كي طلعنا الفوق قال لي دوكا تقولي لي واش بيك، قلت له ما بيا والو. هذيك اللفعه برك بدات تستفز فيا، وقالت لي بلي راك تحبها وحابه تروح ليها. قال لي بصح علاه انتيا مني تكناني نفكر فيها، وعلاش ما جبتهاش، ومن نهار الاول فهمتك بلي انا منحبها ماني نحوس عليها. خلاص نحيها من راسك، علاش تحبي ديري المشاكل على جالها. قال لي واقيلا ما كاينش شايفه زينك انتيا. قلت له نورمال كيما كاع البنات. قال لي شكون اللي قال لك كيما كاع البنات، انتيا لاله البنات. بقيت نضحك انايا، عجبتني هذه الحاجه، شكون اللي ما يحبش يشكره، قولوا لي برك خصوصا راجلك. ربي يدوم سعادتنا ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي يرجع زاكي هذاك الاول وتبعد علينا جميله. حنا قاعدين هكذا حتى سمعنا الحس برا، بعد سمي سيمي قال لتحت دار. قال لي وقيلا هذا صابر جاب واحد من السيميات. قلت له ما عرف. قال لي صح بتركبي في السيمي ولا؟ قلت له ايه. ضحك قال لي والله اول مره نسمع بها هذه. سكت. قال لي هيا نوضي مالا ولا غير غنديك وندي لك دورها به. نوضني هكذا وناض، رحنا للشومبرا. هو لبس، قلت له نلبس فيستا برك فوق البيجامه. قال لي البسي برك من بكري ما راحش تهبطي. لبستها هكذا ودرت خيمر خرجت معاه بالبليغه. هبطنا لقينا صابر في الكوزينه، دخل عنده قال له هات هات المفتاح. قال له تاع الطوموبيل ولا؟ قال له لا لا تاع السيمي. شافني ناض يضحك، اعطاه له. قال لي واخيرا راح تحقق امنيتك. ضحكت انا. خرجنا برا ما كان حتى واحد، بارد الحال خلاص. فتح لي الباب قال لي اركبي. جيت نركب لقيته عالي بزاف، قلت له ما نقدرش، ولا حط يديه على جنبي هكذا وهزني. طلعت وقعدت انا، قلت له ياه واش عالي، تقول راني في طياره. بقى يضحك هكذا، غلق الباب. واش فرحت كي ركبت فيه، عجبني الحال. طلع قال لي ها واش عجبك، قلت له واه يهبل يهبل. قال لي هي مليحه يا دي مارينا، وداني للوطرود هكذا. انا حتى وليت نضحك، بقيت نشوف الطوموبيلات يبانوا لي صغار وحنا عاليين. ضربنا دوره هكذا وجينا روحنا. قال لي واش رايك، قلت له والله غير روعه روعه. بقى يشوف معايا، قلت له وشنو، قال لي والله غير ساعات نحسك طفله صغيره. سكت. قال لي هيا نهبطوه بطوة. وجا فتح لي الباب قال لي هيا عندي، هزني وحطني في الارض. ورحنا طلعنا للشومبره تاعنا. من بعد قال لي على بالك بلي توحشتك انا غير. قال لي هكذا انا ترعبت منه، بقيت انا خايفه. المهم فوت هذيك الليله غير خايفه منه خلاص، وليت كل حاجه راه قدامه، وليت ما نحسش بانه زكي هذاك اللي نحبه. ما نعرف علاش، ما عرف الرعب اللي داروا لي ولا الايام اللي جات بيناتنا وهو رعبني هكاك. من بعد تقلق، بقى يعيط عليا واش بيك هذا، واش صرالك، لا ديري هكذا، مازلتي برك عيط عيط عيط. وناض هكذا اخرج وخلاني، وانا وليت نبكي ما فهمتش واش بيا. مات فيا الرغبه هذيك من جهه زاكي خلاص، حتى خوفي منه مازال مسيطر هكذا. هذا الشيء ولا لي عقده، غير يقدم ليا ولا نخاف، ودائما نكون مستعده للشيء اللي راح يديرو فيا. هذا الشيء خلاني ما نتفاعلش معاه خلاص. بعد ساعه لقيتو حل الباب ودخل، حسيت به كي
دخل ورايا طلع لي لقاني نبكي، باسني على خدي دورني عنده قال لي خلاص حياتي اسكتي برك اسكت، قال لي لا وليتي معايا هكذا. قلت له خاف منك، قال لي مازلتي برك كيف هكذا، كيف نحي لك الخوف هذا. اسكت قال لي معليش هيا حضن حضني عمري حضنت وانا، قال لي معليش بشويه دوكا يروح. الصباح بعد ما راح هو انا وزينه مع الشغل ومريانه وامها ما كانش، زينه تسيق في الهول ومرت الوسطاني في الصالون، وانا مع الغدا هكذا خلصت وبقيت نمزح في البوتاجي حتى حسيت به هو حضني هكذا وبقى يبوس فيا. درت عنده انا قلت له زينه راهي برا، قال لي توحشتك وهجم عليا هكذا. بعثت قلت له زاكي زينه راهي هنايا، قال لي هيا نطلعوا. قلت له خير برك واش كاين، ماشي عوايدك تروح دوكا، قال لي توحشتك هيا نطلعوا. قلت له دير الغدا برك، قال لي واش بقى لك هذا، قلت له خلصت نستنى فيه يوجد برك، قال لي هيا مالا خليك منه. قلت له ما تصلحش، قال لي هيا والله خليت الخدمه على جالك. قلت له لا، قال لي باينه عليه، هيا نطلعوا الفوق برك. قلت له لا لا مانيش حابه نطلع. قلت له واش بيك هذا، قال لي مانيش فاهم انا من الصباح في البير وهكذا مانيش نورمال. قلت له روح روح اخطيني، قال لي والله غير ماني نورمال على بالك غريب فاقوا بيا في البيرو. قلت له لا كيف هما يعرفوا، قال لي هما يعرفوا يعرفوا. شوفوا الأسئلة تاعي الغبية، هي خدمتهم هكاك. المهم مجلس تستكف منه بالسيف، قال يعني طلع وطلعي مورايا، وطلع وخلاني. بعد طلعت أنا قعدت معاه شوية في الدوش، ومن بعد خرجنا هكذا. رحت أنا فين الظهر رحت صليت وما هبطناش خلاص، تغدينا رحنا ديريكت رقدنا. أنا رقدت هكاك ونص على الخمسة، فطنت قال لي فطن هو ثاني، قال لي صح النوم. قلت صح النوم، قال لي والله غير راني جيعان ميت. قلت له دوكا نجيب الحبي، نص لبس انا وخرجت هبطت لتحت. دخلت الكوزينه حطيت له حتى نلقى العجوز ومرت الوسطاني في الباب. قالت لي العجوز وين زاكي، قلت لها راقد. قالت لي شوفي هنا ماشي غير انتي اللي عندك راجل هنا في الدار، وقت الشغل شغل وقت الفريش فريش. من يوم تنحي هذه العقليه شغلك تكمليه من بعد الله يسهل عليك انتي وراجلك، ماشي غير تشوفي راجلك تهربي وترمي شغلك هنايا على البنات. تلمستني بالهضره هذه بقيت غير نشوف، ما قدرتش خلاص ننطق حرف حرف ما خرجش من فمي. حتى سمعته هو يعيط يما، دارت عنده هكذا قال لها تحوسيني نجي عندك وندي الأذنة منك باه ندي مرتي انا. قالت له ماشي هكذا، قال لها انا مرتي ما جبتهاش خدامه ليكم، جبتها ليا ومرتي وقت ما نطلبها تجيني، نزيد نسمع تحاس بها فيها هكذا على هذا الشيء نهزها ونروح. ديجا اقسم بالله ما تزيد دقيقه معاكم من اليوم كوزينتها وحدها. قالت له بعقلك واش بيك هذا، واش قلتها انا، قال لها سمعتك بوذني كي كنتي تحاسبي فيها، كيف خلك ربي وتحاسبيها على هذا الشيء. قلت له انا راني نهدر على الشغل، قالها يما انا من نهار الاول تفهمت معاك، مرتي ما جبتهاش خدامه عليكم، مرتي جبتها ليا تخدمني انا راجلها، اوكي نكون انا في الدار نولي انا هو خدمتها. سكتت هكذا، قال لي روحي انتيا. رحت انا عنده قال لي مليون كوزينتك الفوق. قالت له هي بعقلك رانا نهدروا بال، قالها قلت لك الف مره نلقى مشكل في الدار من تحت راس مرتي وعلى جالها نطلعها فوق، سينون نديها ونروح. قالت له بعقلك لا تديها وتروح، واش صرا هذا، قال لها راني هدرت ما نعاودش الهضره انايا. قال لي هيا اطلعي الفوق. طلعت انا وهو ورايا، دخلت انا ودخل هو خبط الباب، دخلت الشومبرا تاعي وليت نبكي. جا عندي قال لي وانت يا اللي راكي تبكي دوكا اسكت، جا عندي حضني قال لي يا خلاص من اليوم واحد ما يحاسبك على حاجه نديرها لك انايا، ندير لك كوزينتك وخلاص وما تزيديش تهبطي عندهم. اسكت بعدني عليه، قال لي حابه ندير لك كوزينتك هنا ولا تبقاي معاهم. قلت له لا لا وحدي، قال لي خلاص مالا ندير لك كوزينتك وحدك وبالصح بشرط يما وبابا ومرت بابا تبقاي معاهم كيما كنتي، اغسليهم سيقيلهم واش درتي هنا لازم تهبطي لهم هما، ما تخبي عليهم والو فاهمه. قلت له ايه، قال لي يما واش هضرت معاك تسكتي بالك هي ترجعي لها الهضره، صح حياتي. قلت له مرت خوك اللي تعمر فيها عليا، قال لي على بالي هي سمعت الباب يطبطب راح حل الباب هكذا لقيتها يما دخلها للصالون. راحت رحت انا نسمع، قالت له واش الهضره هذه، لا حتى تقسم علينا، قالها انا من الاول حاب نقسم عليك وانا ما ساعدتنيش المعيشه هكذا، من بكري ما نحبش نعيش مع الغاشي نحب وحدي. قالت له هاي دارك وحدك وراك الفوق واحد ما يطلع عندك، قالها ما عجبنيش الحال هكذا، ومن الفوق بداو ديجا المشاكل انت تحاسبي فيها لهجات عندي انا هذيك تحاسب فيها على الكوزينه، من اليوم راح ندير لها كوزينتها وحدها ما تحاسبوها ما تحاسبكم، ما نقلق انا ما تقلقوا نتوما فاهمينا، بصح من اليوم ما تهبط الكوزينه تاعكم ما تدخل ليها. ونزيد نسمع واحد
واحد حاسبها على حاجة حتى إذا وكنت انتي أقسم بالله غنديها ونروح. راني حلفت سكتت هكذا وليت رحت الشومبرا وقعت مزيجت من عندهم. تهنيت وحدي أنا خير شوية لقيت ودخل عندي هكذا قال لي نهبط نشري حاجة ناكلوها ونجي. قلت له أوكي لبس وجا عندي. قال لي هيا تهلاي في روحك. رحت أنا عنده بست وضحك وراح خرج كيدافع علي هكذا طلع في عيني بزاف. فات 15 يوم أنا درت كوزينتي وحدي وشري لي كل شمرت الوسطاني دارت ما دارت. جات البارح ودارت كوزينتها وحدها وحنا يا عندنا 4 دراري ومازلنا عايشين مع الغاشي. كل نهار دير مشكل باه تخرج هكذا وحدها. راجلها ما حبش زادت قابضتها معاه يا الخواف يا الطرطور. وانا ما عنديش راجل. بنت البارح دارت كوزينتها وانا بربع ولاد ومازلت خاطر علاه خاطر هي عندها زاكي وانا ما عنديش زاكي. كل يوم هكذا نفس الاسطوانه. كي قلت لزاكي قال لي اختك منها تاكل روحها. انا نخدم خدمتي خلص كي جي دارت زينه ومريانة نهبط نسيق لها هكذا كل الكورات تاعهم باش نعبرهم هكذا بركش ما كاين قش غسيل وهكذا نطلعوا عندي ونحط في الماشينه تاعي ونغسلهم. ندير الغدا هكذا ندير بزاف به في العشاء ما كان لها ندير غير حاجه خفيفه. دينا الايام هكذا امريانة توجد لعرسها بالخميس يدوها. وصل الخميس انا شريت سواري قلت كي نروح معها نلبس ليلة الحنة. البس غير قفطان. انا الغدوة رحت معها انا وزينة للحفافة. انا طلعت لي شعري كاع الفوق ومن قدام دارت لي طروادي. جينا قريب الخمسة راح يدوها طلعت الفوق انايا لبست السواري تاعي اللي شريتها جاية قماشها كيمل بيزو بيزو مي قماشها خشين شوية. عندها كول حتى الرغبة هكذا عندها سنسور ملور في النوار. لبستها جاتني مفصلة غير من التحت جات شوية لاج. لبست انا العباية درت الخمار وهبط. زاكي من الصباح ما شفتوش راح مع صاحبو طارق. وصل الكورتاج هكذا خرجوها انا نستنى في زاكي يدخل خاطر قال لي انا اللي نديك ما تركبي حتى مع واحد. شفتو دخل رحت عنده بقى يشوف معايا المكياج اللي درتو انا في وجهي بدلني كاع. قال لي البوبيات تاعي واش داروا لك هكذا. ضحكت انا يحكمني يدي هكذا خرجنا قال لي هبطي راسك لي يحزوني فيك. ضحكت انا فتح الباب وركبت وجا ركب هو قال لي والله غير صح واش درت فيك هذا. قلت له لا قرصني من خدي. قال لي الباربي تاعي دي مارينا هكذا دار لي اغنيه تاع مدري تاع البابيشة منين جاتني يا وصلنا له. ما تضحكوش عليا بركة ما عرفتش نلحنها. ما علينا وصلنا احنا لاصال. دخلنا بقات تشطح هو وياها فرحاني ميتة هي بالفرحة وما كانتش على بالها هذه الليلة راح تولي لها كابوس. زاكي الليل كله هو يعيط لي ما فهمتش واش به. يقول لي توحشتك وقتاش تروحي وقتاش يخلص العرس نجي نديك. قلت له زاكي واش بك اليوم هبلت ولا؟ قال لي غرت من طارق. قلت له لا. قال لي غيرني وخلاص. قلت له سخفت حب تتزوج وقيله. قال لي لا سخفت عليك انت يا وقتاش نروحوا برك لدارنا. المهم بقى مهبلني هكذا. مريانة كل ما يقرب الوقت مسكينة تخاف. بقيت انا عقابها نفهم فيها وهكذا نوصي فيها ونعلم فيها وما كان والو هي والو غير تزيد تقول كانت حيسة وش راح يستنى فيها. خلاص العرس على 12 دخل طارق هكذا عند مريانة خرجها. انا عيط لي زاكي قال لي اخرجي خرجوا هما. خرجت انا وراهم لقيت زاكي جا عندي هكذا داني الطوموبيل ركب وركب ركبت انايا وركب هو. قال لي نوصلهم ونجو. قلت له لاه نوصلهم. قال لي لازم ما يروحوش وحدهم وما ديريش واش يصرى لهم في الطريق. قلت له لا احنا جينا وحدنا. قال لي شكون قال لك جينا وحدنا؟ طارق كان ورايا ووصلني للدار. عيط لي تاكد وراح. قلت له ما شفتوش؟ قال لي انتي كنتي مع خوفك. ضحكت انا. وصلناهم للدار دخلوا هما. عيط له زاكي قال له خلاص ما خصكم والو والو. قال له والو تقدروا تروحوا كوبا عليه هكذا ودي مارينا. قال لي دوكا نلتبيك انا اليوم حتى احنا ليله ليلتنا. ضحكت انا يا وحتى ام ريانا روحت معانا للدار ما حبتش تبات. قالت غدوه ندي الصبيحه ونرجع خاطر هي راح تسكن وحدها ماشي مع عجوزتها. وصلنا لدارنا هكذا قال لي اطلعي دوكا نجي ونزيد نسقسي على طارق ونجي. قلت له اوكي. طلعت انا الفوق لداري نحيت عبايتي فكيت شعري طلقت ولقيت ودخل قال لي دوري عندي شوف وش لبستي. درت عنده قال لي اميرتي. ضحكت انايا قلت له ميته بنعاس. قال لي حتى انا ميت بنعاس يا جدك. المهم فوتنا هذيك الليلة
مهم دتنا رقدة هكذا رقدنا حتى سمعت التليفون يصوني هكذا ما فطنش هو داتو عادي هكذا قلت له زاكي زاكي تليفونك قال لي خليني منه وليت لحت انا يدي حزيت لقيتو مكتوب طارق قلت خير برك خلعت انايا قلت له زاكي زاكي نوض طارق زرب هكذا فطن قال لي خير برك هز عليه قال له وي طارق بقى يسمع فيه هكذا ونشوف في وجهه وجه زاكي انا مخطوف وناضق عاد قال له واش الهضره هذه على بالك واش راك تهضر بقى يسمع قال له طارق الهضره هذه راها طير فيها رقاب على بالك.